شديد بال 2016 بين داعش وفراغ رئاسي وحكومي ونيابي والى اخره. ليت ويت سكن، يوم بده يجي يحط عندك وديع، تحط عندك وديع مش عم يجيكوا ثلاث الوان انه يجي يحطوا عندك يزيدوا لسانيه. فاضطر البنك المركزي انه يعمل هيدي الاليه. في شغله ثانيه وفي شغله ثالثه. اثنين الشغله الثانيه كان في بيزل ريكويرمنتس الكابيتال ادكوسي بالمصارف المفترض تكون موجوده تكون 10.5%. كمان بحاجه لتعزيز جزء من لانه الكابيتال في مش انا عم بدير النقاش بحكي له لخلص. فبحق لما كل هدول مستمعين البنك المركزي عن طريق هالاليه اللي عملها ريفرس هالفيشس سيركل باتجاه اي رايتشس سيركل. ما ربحت المصارف، صار في عوائد عند المصارف. والدليل ما ربحت اذا بتطلع بتلاقي الباتم لاينز اوف 2015-2016 هدول منشورين، يعني هدول اوديتد فاينانشال ستيتمنتس. الباتم لاين ما تغير كثير، شو اللي تغير؟ طلعوا فوق الرساميل زادت. بهداك الوقت انطلب من المصارف ما حدا بيحدد nobody reports any profits قبل ما يعمل ثلاث شغلات. الشغله الاولى comply with IFRS 9 standards. اثنين comply with the capital adequacy ratio اللي طلبنا منهم وطلبنا لانه كنت موجود بهداك الوقت يصيروا 15% مش 10.5 ولا 12%. ثلاثه ياخذوا 2% provisions لانه كنا شايفين انه الاقتصاد عم يتراجع وكنا شايفين انه حيصير في خلل بالدفع من كثير من الناس من الزباين حتى ما تدفع المصارف من لحم الحي تاخذ هالبروفيجنز هذول من هالبروسيدز وتحطهم. لذلك ما كان في ارباح كثير، كان في رساميل كبيره اللي تعززت. هلا نحن وقتنا تقريبا 15 دقيقه صار فوق الوقت، فهلا الخيار لإلك بتحب تاخذ بعد كم سؤال؟ مش انا عم دير انا باخذ نحن انتوا اللي بدكم اياه. طيب بالنسبه للكابيتال ادكوسي استاذ رفعوها عفوا بتوجه السؤال اللي مش اجى اذا تاخذ اذا السلام عليكم. بين السؤال كيف تقيم اداء رياض سلامي كحاكم لمصرف لبنان ابتداء من 17 تشرين الى اليوم وما هو تاثير ادائه على الازمه الحاليه؟ أداؤه للحاكم مصرف لبنان من 17 تشرين كان أداء مكبل بسبب عدم وجود سلطة نقدية مواكبة له. فلذلك you haven't seen him at his best. اللي قدر يعمله هو ما يمكن أن يعمله the maximum اللي بيقدر يعمله من ضمن سقف صلاحيات محدودة. اوكي رحت الجواب عام. في سؤال طبعا شخصي لحد ما، الم ياتي الوقت باعلان وفاه السيد موسى الصدر رضوان الله عليه؟ ما عندنا اي دليل، ما فيك توفي حدا بدون اي دليل مسبق. ما في اي دليل، نحن خلال متابعتنا لقضيه الامام الصدر على مدى ال 41 سنه الماضيه ما لقينا روايه واحده كونسيستنت متكامله حتى بموجبها نقول فعلا تم استشهاده ولا لا. ما عندنا مشكله بالمناسبه يعني كعائله، ما عندنا مشكله بالنتيجه. هو قايل الامام الصادق انه خطنا يبتدئ بالتضحيه وينتهي بالشهاده، يعني انه منا موضوع الشهاده منا شغله اولا كبيره بيكون هذا شيء كبير له كمان مع تاريخ عائلته والارث الموجود فمنا شغله جديده، لا هي شغله كبيره ولا هي شغله جديده. لكن ما في على اي اساس بدك توفي حدا اللي ما عندك قصه وحده. ونحن على مدى هالفتره الماضيه كلها تابعنا قصه ورا قصه، مش قصه، روايه ورا روايه ورا روايه، وحده ورا الثانيه. وما بيودوا كثير يعني هذه بتودي بدون نفس، بمرق شوي بتكت لحالها، مش انه ما اضطرينا كثير اكثر الروايات. ما اضطرينا اساسا نقطعها، انه الروايه كان فيها شيء من المنطق. لحتى نروح نقطعها مع رواية تانية مع معلومة تانية مع شغلة تانية بكتوا لحالهم، يعني رواية بذاتها بتكت لحالها. فما عندنا أي سبب موجب لحتى تعلن هالشيء لما ما في عنا أي دليل ونحن ما عندنا خوف أن نواجه الحقيقة إذا لقينا أي دليل. فلذلك نحن بنركز على وجودهم
في مكان ما محتجزين بعد لحد اليوم بالمناسبة. عم يكتشفوا بليبيا بعض المحلات أو بعض السجون اللي هي بتشوفها بعدين بتبين إنه في فيلا كانت سجون، في بيوت في سجون، بشوف إنه في بعض الصحاري موجودين مع شيعيلي، فشيء غريب السيستم اللي كان معتمد ولحد هلا بعدهم عم يبين هالظواهر. السؤال الأخير أتمنى ما تزعلوا مني يعني لأنه الحقيقة بعد. من يملك البنك المركزي اللبناني؟ هل كانت سياسته في الفوائد العالية صحيحة؟ لماذا استهل مصرف لبنان لعبة الربا وليس التنمية؟ سياسة الفوائد هي سياسة اللي حددها السوق اللي كنا عم نحكي. وإذا بتلاحظوا البنك المركزي كان عم بيحدد، إذا بتطلعوا فيه خلال فترات يعني للأسف ما عنا تشارتس حتى فرجيكم، هلأ ما عنا أكسس حتى فرجيكم كيف كانت الوديعة تزيد خلال فترات طويلة بنفس الوقت اللي الفوائد عم تنزل. الفوائد بلشت تعلى، الكيرف تبع الفوائد بلش يعلى ابتداء من تشرين الثاني 2017، هنيك بلشت تعلى بشكل كتير كبير لاعتبارات اللي نحن فسرناها. أما بموضوع التنمية، المصرف المركزي كان مشارك بشكل مباشر بالتنمية بالوقت اللي كان السوق عم بيحدد العرض والطلب، عم بيحدد موضوع الفوائد. المصارف التجارية عم تأخذ هالفوائد، عم تأخذ هالوديعة بفوائد عالية. البنك المركزي عم بياخد، كان عم بفوت بسياسة تنموية بامتياز، عم بعيد النظر عن طريق هالسياسات هذه، كان عم بيحسن يعزز من دور الطبقة المتوسطة، كان عم بيعمل قروض انتاجية. هالقروض الانتاجية إذا بتطلع فيها، إذا كان بالسكن ولا بالتعليم ولا بالبيئة ولا بالصحة، كل عنصر من عناصر التنمية المستدامة موجودة بكل مبادرة من المبادرات اللي أخذها البنك المركزي، مش من 2009 لما كنت أنا و 2019، تحديداً 2013، تحديداً هنيك هذا كان الفيصل. 2013 أخذ البنك المركزي هالسياسي، مش معناتها ما كانت موجودة أكثر، لكن صارت أكثر وضوحاً ومباشرة. نتائجها كثير واضح بالنسبة للناتج المحلي وبالنسبة للعناصر التنموية اللي حكينا عنها. مع الشكر أستاذ رائد تعبناك، نشكر الحضور الكريم، نشكر من شارك بأسئلته وحضوره، وإلى اللقاء في مناسبات أخرى إن شاء الله.